جماعة اشمعنى الابيض والاسود
ركز يا همولة في مضموني. انت ابيض وعطلطل اسود بس انا مش محتاجه مناقشه. هملت وعطلكم سالوني انا قدش لكن حسي فريد حبيب ورومانسي واسمي وحيد وبصور فيلم قديم وجديد ابيض في اسود منقوش نقشه. طب ما تعالجون انا وتركبوا له شنب هو. لا 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 عالجون انا بسرعه بسرعه. لا اله الا الله. ربنا يصبرك على ما بلاك. لا حرام مش حرام. انا من رايي تخليها عندك يومين. ما هو ده اللي هعمله. خليها عندك. لا انتوا ما عندكمش طموح. لا نفيسة ماتت. سمعت حد بيصرخ؟ حول الله. أظن حد غرق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لو سمحت لو سمحت اصحى بقى لو سمحت. مين حضرتك؟ الاستاذ البواب؟ لا انا الواد البواب وهينادون عبده. ابن عمي المهندس ابراهيم الطيب كان كلم حضرتك على الشقه اللي فوق السطوح اللي كان ساكن فيها ابن عمي المحاسب علاء الطيب. اخلصي. وحضرتك الساكنه الجديده؟ انا قمر الطيب بنت عمهم. وفين بقيت الطيبين؟ لا مفيش حد. انا جايه لوحدي. لوحدك؟ انا مش موافق يا ست. ليه بس يا عم عبدو؟ انا في حالي. الشقه سكنت يا ست. خليك حلو بقى يا عم عبدو. العماره وقعت يا ست. خليك طيب بقى يا استاذ عبدو. انا موافق يا ست. وفين العفش؟ اهو شيل يا عبدو. حاضر يا ست. ورايا.
يهطل يهطل اصحابك. ها ادوني امارة ان انتوا اصحابي. مر علي بس. معلش معلش اديله امارة. اديله امارة. بامارة يا عم الكتاكيت اللي محبوسة في العشة. واحنا ما عندناش كتاكيت محبوسة في العشة. يبقوا اصحابي. اوكي. اوكي. انت ايه الدوار اللي انت عايش لنا فيه ده؟ يا ابني انت مش هتبطل الغاغه اللي بتعملها كل مره دي. وانتوا مش هتبطلوا كل يوم تيجوا في المناظر دهيت. نعمل ايه بس؟ ربنا يتوب علينا بقى. انا مش عارف هنفضل لامتى شغالين كومبارس بس يا رب. يا اخي احمد ربنا بقى، احمد ربنا بقى. الحمد لله. انت مش كومبارس بدأوا يدوك كلام افرح، وانا اللي بقالي 92 سنه في المهنه بقول اه، ولما رقوني بقيت بقول اي. بس بتقولها كتير برضو. اخبار الاكل ايه يا سيدي؟ الاكل جاهز. اقفل. ايه في ايه؟ مش هيعجبك. بتكلم جد؟ اه. وريني كده. ايه ده؟ اقفل اقفل اقفل. في ايه؟ مش هيعجبك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ اشمعنى انتوا؟ كشري. كشري برضو كشري. يا سيدي اطبخ يا جاريه، كلفوا بفلوسكم يا كومبارس. كومبارس انت بتعايرني يالا. امرنا لله. بكره ان شاء الله ما يتفك عني الحظر ويموت ابن عمي، هعلمكم ازاي وافرجكم ازاي التمثيل واكلكم الشهد يا كومبارس. اه موت يا حمار، هتفضل انت مرعوب من الطار بتاع ابن عمك ده لغايه اما تخلل من راكنه. انت يا فاشل هتعلمنا التمثيل ده؟ انت لو عرفت تعدي من قدام الكاميرا تبقى 10 على 10. بقول لكم ايه، في ساكن جديد سكن فوق في شقه الهنا. هنطرده هنطرده يا استاذ، احنا محتاجين التليفون اللي في الشقه دي. وبعدين انا مستني تليفون مهم جدا من الاستاذ منعم. في ايه؟ جاي لك تليفون من صنوع. قوم يا ابني قوم يا ابني، هات لنا شويه مخلل من الزلع اللي جوه. لا الزلع اللي جوه لا، ارجوكم انا ما اقدرش اروح اقرب من الزلع هناك. ايه الزلع؟ ما اقدرش اروح اقرب من هناك، ممكن الاقي فيها ابن عمي مستنيني وموتني. اهدى اهدى، اسمع كلامي. انت لو رحت وفتحت الزلعة عقدتك مع ابن عمك دي هتتحل خالص. ايه ده؟ يعني لو فتحت الزلعة ممكن الاقي ابن عمي مقتول فيها وميت؟ ايوه، كل الناس اللي بتموت دول قرايبهم فتحوا زلع وطلعوا مخلل. اسمع كلامي. يا سلام، ده انت طمنتني طمنتني، بس انا اخاف برضه اروح. خلاص ما حدش يروح معاك، بلاش. يلا يلا شجع نفسك يا تتال. اتكل على الله. سلام على ايدك. اه يا حبيبي، وافتح الزلعه ونزلها كده خنقه. ايوه بعد ما تجيب المخلل. ايوه كده. يلا حبيبي يلا يلا حبيبي. سلام. قد ايه صلصه؟ هيقنعني يا حبيبي. ما ينفعش حد يطلع من زلعه ويموتك، انت مش عصفوره، انت محتاج اجازه عشان الناس تموتك. اجازه ايه؟ هو ده اللي حصل يا جماعه. انا لولا ان انا سديت الزلعه كان طلع لي وموتني. يعني كان ابن عمك ده هيطلع لك من الزلعه يموتك؟ متخيل انت ابن عمك؟ شوف انت قد ايه ابن عمك ده هيخش جوه الزلعه. اعقل بقى اعقل بقى توتال، بطل الجنان اللي انت فيه ده. عموما يا سيدي انا اجيب لك الزلعه واثبت لك ان انت غلطان. مفيش حد بيطلع من زلع. صح صح. اهدى. بيقول زلع. اهدى معلش اهدى. انا خايف خايف جدا على منظره. انا حاسس ان ياما قربت على ايد الراجل دهوت. يا ابني انا نسيت اقول لك. انا شايف لك منام بسم الله ما شاء الله. الله. شايفك لابس ابيض فاخضر واقف زي القمر. ايوه. وعجزت قوي. كبرت في السن. أيوة. وحواليك عيال كتير قوي. صف ولاد وصف بنات. وفي النص في معيز، مش فاهم ليه. أيوة. وانت شايل على كتفك بنت توتاليه زي القمر.
اسمر شبهك. الله على كتفك الشمال بعد كله ظب كده اسمر شويه. يا سبحان الله مفيش واحد ميديم؟ كان في بس سخن الواد ده. ربنا يشفيك. كل ده في حلم؟ ما شفتش في الحلم الزلع ده؟ لا اكيد بخيبه. اتفضل بقى يا استاذ ورينا ابن عمك اللي جوه الزلعه. يا جماعه ما ينفعش، لو فتحت الزلعه هيطلع لنا ويقتلنا احنا كمان كلنا. هي دي فرصتك عشان عقدتك تتحل. افتح الزلعه وكلنا وراك. افتح التالة. افتح الزلعه. افتح. انا هفتح الزلعه. يلا اوعى. لا شفت عادي مفيش حاجه. طيب طيب الله الله، ده المخلل طاب واستوى وطالب الأكان. ايه ده يا لا تتالة؟ انتوا مخللين مخلل ولا مخللين حريم؟ حريم ايه؟ ده ابن عمي انا مش طايح عنه. واقفين تحت ليه يا جبانات؟ ده انا بقالي 5 سنين محبوسة في الزلعة مستنية حد يخرجني. ابقى ده اسمه كلام؟ هتفضلي بتتكلمي وانتي فوق كده، انتي هبلة ولا ايه؟ انزلي اقعدي معانا نتفاهم. انت مين؟ انا طقطق عفريتة ما فرطة طقطوقة متقطقة. طلعت لكم بثلاث طلبات، هنفذ لكل واحد فيكم طلب. شرب تراسين ان احنا سارقين الخط ولا ايه؟ وتلاقي الاستاذ منعم هو اللي عايزنا دلوقتي. يا جدعان يلا بينا نطفش الزبون الجديد. استنوا ايه في ايه؟ انا حلمت. طبعا حلمت بابن عمك اللي عايز ياخد بالطار ده انك انت موته. لا 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 يلا بلاش دوشه. بس استنوا يا جماعه، انا حلمت ايه بقى؟ حلمت بعفريته. يا سلام، سيل من الرومانسيه، فيضان من الحبابيه، حاجه اسمها تأتأ. اسمها تأتأ وفيضان من الحبابية وعفريتة. أيوة. لا لا لا، أنا عرفت ده من تأثير الكشري اللي احنا كلناه يا أساتذة. كشري؟
رجعت تاني حبيبة قلبي. اهدى يا عجل انت، استنى ما تشوف حكاية الست دي ايه. استنوا بس يا اخوانا، لو سمحتي لو سمحتي يا عفريتة، مش حضرتك برضو اللي طلعت امبارح من زلعة المخلل؟ ايوه انا. نمت كويس؟ سيبك من النوم دلوقتي، اهم حاجة يعني كنا طالبين من سيادتك يعني طلب صغير كده. طلب صغير ايه؟ استنى يا فرجة، انا هعرف اتصرف معايا، احنا عفاريت زي بعض. هي ما تصوريش قد ايه انا كنت سعيد وحبيتك قد ايه من اول ما شفتك كنت طالعة من الزلعة. ممكن اتجوزك كده على طول؟ اهدى اهدى يا نحيف، انت داخل كده زي القطر، افرش الاول. افرش ايه؟ انا بكلم سفرة بس. اسكت. بالنسبة لحضرتك للماديات مفيش أي مشكلة، أنا عندي أرض من هنا لغاية محلة مرحوم في هناك في سوهاج يعني. وطبعا زي ما أنت عارفة أنا عندي مشكلة واحدة بس، ابن عمي لو تقدري تموتيه يبقى اتحلت. للأسف ما أقدرش، حبنا مكتوب عليه الفشل. اللي حصل؟ اهدى معلش معلش. لا كنت ايه؟ بقول لك ايه، بص يا عفريته يعني لو سمحت يعني يا ريت في طلب صغير جدا، يا ريت يعني الساكن الجديد ده طفشيه، لان احنا محتاجين التليفون جامد جدا خالص. اسف مش من اختصاصي، انا اديتكم فرصه العمر، لكن اعمل ايه في مخكم الظلم؟ انتوا الثلاثه تطلبوا طلب واحد. طلب ايه؟ ايه ده؟ شايف ايه؟ ادي اختفت تيك تيك تيك. من غير تيت ومن غير اي حاجه، عادي جدا. ايه المشكله؟ واحنا من امتى عايشين بعفاريت؟ عادي خالص. أصح. احنا نتصرف من نفسنا بقى. أوه. الساكن الجديد ده نطفشه بنفسنا. ماشيين ماشيين. يلا. هذا من الليل هزيع السحر حتى تفتح المقابر أفواهها أفواهها أفواهنا وينفث منها الجحيم بعد عناء، ثم بعد كده نريد أن نشرب الدماء. دماء دماء، أريد الدماء. كابتن انت دماء وحات أبوك، كل منظرة. مزيد من الدماء، مزيد من الدماء. الموت لمن يقف في طريقي. مرحى مرحى، أنت الذي كنت تريد الدماء؟ وما زلت أريدها حتى هذه اللحظة. فهو لك. خذ. زدني. خذ. زدني. هذا لك. خذ. زدني بسرعة بقى. يا نهارك اسود، دي صغنانة وحلوة، دي رهيبة، دي جميلة، دي متمكنة، دي كرهتها، دي هطلة. ربنا يعفى عنها يا رب. كويس أوي، ده بعد ما تذاكروا يا ناس يا عالم، انا غلبت فيكم، خلي عندكم ذوق، خلي عندكم احساس. الواد ده مش مربط سنانه امبارح؟ ايه اللي جرى في السين؟ شايف كده ذوق احساس دي ايه؟ معمل لنا فيها خالد الشريف. خالد الشريف مين ده؟ عمرو الشريف يا ابني. يسلم فمك يا اسد. دي ايه؟ مش قالت اسد؟ يلا انا هعرف ادبكم. فوتوا فوتوا فوتوا. ايه فوتوا؟ اطلع انت وانا هاجي وراك واحد واحد، ما تتاخروش. يلا بطل يا ادم، خلي عندك دم. اسكت 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 اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ اسكت. شفتي؟ قويني يا رب. بقول لك ايه؟ ايه كلمه ما
الكوتش لسه شغال واحنا ما بنتكلمش في اي حاجه. اوكي انت هتقعد تضرب فيا. انا هنفعل. هروح لعب مديك القضيه. تروح انت واقع على الارض متالم جدا عشان خاطر. متالم ايه؟ انا هستفاد ايه من القصه دي؟ صاحبك واخوك وابن حتتك وابن منطقتك. ابن منطقتك تهزلي قدام عمر؟ ما انا ياما هتهزق قدام طقطق. يا راجل تكلم جد؟ طبعا. طيب يعني اتفق رجاله؟ ايوه خلاص اوكي. لكننا ما اتكلمناش. اكيد ما اتكلمناش. خد دي قول قول بقولك ايه؟ الفطير ده لسه جاي طازه دلوقتي حالا من البلد، الحاجه جايباه. ذوقي كده. ايه؟ هي الحاجه ما عندهاش سكر؟ سكر؟ عندها ملح يا كراميلا. لا لا تعالى رايح رايح. بقولك هاتوا تالا. بقولك ايه؟ ايوه الواد منظره ده انا عايزك تهريم الضرب. هريم الضرب؟ اه ايه براجل صاحبنا وحبيبنا برضو يعني. يا عم عشان شكلك يبقى حلو. البنت برضو طقطع عماله بتتفرج عليك دلوقتي. طقطق؟ اه ايه فين؟ مش باينه عفريته طبعا. اه صح عفريته. اذا كان كده اقرا على صاحبك الفاتحه. يلا يلا. هادي 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 اشرب ميه. انت الدنيا كانت بتمطر عندك ولا ايه؟ ده وشك مال. مالكش دعوه. خد القضيه. خليك في حقك. انت بتضحك ببلاش كل ده من موريتك يا فرجه. انا نفسي اعرف انت ليه بتجيبنا في الحتت الغريبه دي؟ غريبه ايه؟ ما في كرومب واحد ماشي مش فاهم حاجه. يا ستي انا عليا طار. طب ما طول ما انت خايف كده عمرك ما هتعرف تمثل. لا البركة بقى في طقطق. طقطق مين؟ الله مش تفتح ولا ايه؟ ما تطلع الرصيف وانت ما عندكش نظر. وانت ما عندكش ذوق. الله عيب كده احنا بندور بعض يعني عشان ما الله. سيبوا يا سعالي. سيبوا يا سعالي. ما تمسكوش يا سعالي. الواد لسه صغير يا سعالي. لا بس سيبوا يا سعالي. الله ما تسكت يعني انت اهو. واللي ما مسكوش هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اه وريني. مش انا انا مش انا بتضرب مني يخرب بيتك. العنا رمزي العنا رمزي العنا رمزي العنا رمزي العنا رمزي العنا رمزي. Sweet.